رز بسمتي زيت. تمام، احنا بنحط شويه زيت هنا الاول عشان بس الزيت. تمام، بنحط بصل، ثوم، كمون، كزبره، قرفه وملح. هنا ما حطيناش فلفل اسود، خلوا بالكم مش اي حاجه بيتحط لها فلفل اسود، يعني برضو عشان ايه احنا مش محتاجين الفلفل الاسود في حاجه. فاحنا عندنا رز بسمتي، زيت، بصل، ثوم، كمون، كزبره، وقرفه وملح. تعالوا كده نبتدي نشتغل. انا هنزل اول حاجه البصله بتاعتي مع الزيت. ده رز سمك فمحتاج شويه بصل محترم. تمام، يعني البطل فيه بصل زي ما بيقولوا، يعني رز السمك يعني بصل وزيت، بعد كده بقى كمون، ثوم، اي حاجه زي ما انتوا عايزين. تمام، البصله بنسيبها تتشوح كويس، وانا ممكن ازود لها شويه زيت. بصل رز السمك بيحب زيت عشان بيبقى فيه بصل، فبالتالي لازم الرزايه تبقى ايه منغنغه كده في الزيت بتاعها. احنا حاطين القلايه ومستنيين الزيت يسخن عشان ابتدي اشوف موضوع البربوني ده واليته. انا النهارده مش عامل حاجه كتير غريبه شويه، بس انا مستخدم السمك البربوني كسمك مقلي. هتاكلوه مقلي ماشي، بس احنا ممكن نعمل له حاجه كده صغيره هتديله ريحه وطعم ومذاق حاجه ما حصلتش. هنشوفه مع بعض، بس واحنا ايه واحده واحده كده. نخلي نشوف الرز معانا الاول، ولما نقلي السمك البربوني هتشوفوا انا ممكن نعمل بيه. هنا انا هحمر الرز كويس، هحمر البصل كويس، وهنزل عليه دلوقتي بالثوم. انا بس محتاج دي تسخن قوي. ممكن نجرب كده بحاجه صغيره، نعمل حاجه بصوا عشان تعرفوا الزيت بدل ما تنزلوا حاجه تاخدوا كده فتفوت الدقيق صغيره، مثلا حاجه صغيره، حاجه كده، اي حاجه صغيره، ان شاء الله بطاطسايه، لقمه عيش. لو ابتدت تشكشك معاكم تعرفوا ان الزيت ابتدى يسخن كويس قوي. هي بصوا نزلت، لسه الزيت بارد. انا عايز مش عايز احرق التومه او البصل مع التومه، عايز اخليه البصل شويه تدبل كويس، وبعد كده انزل عليها بالتومه بتاعتي. ايه الفرق بقى بين السمكيه اللي انا عملتها الاسبوع اللي فات اللي هي البوري، وانا كنت عايز اعمل بصراحه البربوني عشان بس في قلت لكم ان ما لقيتش ساعتها، ما لقيتش سمك بربوني ساعتها. السمك البربوني والسمك الصغير الميزه فيه في اكله انه بيتاكل براسه، بيتاكل بشوكه. يعني اللي يعرفوا في السمك المكرونه الصغيره البلدي بتتاكل كده برضو، بتتاكل بشوكها بعظمها زي ما بيقولوا، يعني زي الحمام. انا غاوي اكل الحمام لو الحمامه محترمه كده، ما تكونش كبيره ومش عجوزه يعني، او ومستويه كويس، بيتاكل بعظمه. ناخد كده شويه توم صغيرين اهم، ادي كده ريحه البصله مع التومه في التحميه. مدام هدى. ايوه. مساء الفل. ازيك؟ يا اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. امورين يا فندم. عايزه اشترك معاكم ان شاء الله في البرنامج. تنوري يا فندم. تطبخي؟ اه. طب قولي لي ممكن توطي التلفزيون؟ نعم؟ وطي التلفزيون بعد اذنك. ماشي حاضر. عاوزه اجي اطبخ معاكم ان شاء الله حلقه كده. حضرتك منين يا فندم؟ انا من القاهره. جميل، قولي لي كده بتعملي اكلات ايه؟ بعمل عكاوي، بعمل رز الجمبري، بعمل فته، بعمل اكلات حلوه كتير. ما شاء الله. ده طب قولي لي من هوات انت عندك فيسبوك وكده وسوشيال ميديا وحاجات كده؟ طب بتصوري الاكلات بتاعتك؟ في اكلات. بتصوريها ولا ما بتصوريش؟ بتعملي الاكل بس ما بتصوريهوش؟ مش دايما بصور. طيب انا هطلب منك طلب، ان طبعا سيبي حضرتك بياناتك مع الاعداد. ونتواصل مع بعض وان شاء الله تنورينا، تيجي تعملي لنا اكل ان شاء الله. ان شاء الله. بس عايزين بقى طالما داخله جامد كده عكاوي وجمبري، عايزين نوعيه اكل جامده بقى. حاضر.
حاضر. يعني عايزين يدوق الاكل الجامد. ها حاضر والله ان شاء الله. عشان في ناس انت كتير... اللي هتحكم بقى لما اجي. في ناس كتير بتيجي تنورنا وتعمل لنا اكل حلو واكل فرنساوي اكل ايطالي. احنا عايزين الاكل بتاعنا بقى المصري. ايوه ان شاء الله. يعني هتعمل لنا كده ان شاء الله توعدينا كده بعكاوي او ممبار او حمام او كل حاجه. ايوه ده انت استاذه بقى. وكله ده انت استاذه والله. ان شاء الله. لا تنورينا يا فندم ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي. تسلمي يا ست الكل. تسلمي. احنا هنا شايفين البصله عملت ازاي. البصله دلوقتي اهي داخله على اللون الذهبي اللي انا عايزه. هنا الزيت ابتدى اهو. ناخد كده واحده واحده ونشوف كده اخبار السمك ايه. ادي الزيت سخن بس انا عايزه يبقى اسخن اكتر من كده. ما يجراش حاجه ما يجراش حاجه عشان احنا ما ولعناش عليه من بدري. طيب احنا هنا البصله مع التومه مع الزيت بحمرها كويس بخليها تبقى غامقه وهبتدي انزل عليها بقى بالرز اشوحه معاهم وبعد كده هبتدي اديله بقيه الحاجات التانيه التوابل. تمام. ناخد كده برضو واحدة قرفة ماشي ونبتدي ننزل بالتوابل مع الرز عشان برضو قبل الرز الحاجات التوابل دي بتغمق اللون شوية فاحنا ممكن ننزل بشوية قرفة مع القرفة الخشب وانا هحط كمون. ادي شوية كمون وعايز انزل بالرز بقى. عايز انزل بالرز اهو. بصوا شايفين اللون. يا ريت الكاميرا تبقى معايا هنا. شوف لون البصله اهو. شايفين اللون اهو ده اللي انا عايز اوصله. تمام. رز بسمتي مش رز مصري مغسول اهو وبنشفه واشوحه بس تشويح ياخد من الزيت والتتبيله اللي هي بصل على توم على كمون دلوقتي على انا حطيت قرفة سيبه سنة كده ابتدي احط السمك. ادي السمك بتاعي النار ابتدت تسخن كويس. ادي السمك هي تو ما السمكة نزلت النار خلاص لانه الزيت غويط. نقلب ده كويس وابتدي اعديله معيار الميه. واسيبه يعيش حياته بقى. ابتدي نقلب كده ونشوف الميه تبقبق ازاي. ميه سخنه مع الزيت سخن مع البصل اهي ما بياخدش وقت. دي ميزه ان انا ابقى مجهز عندي في المطبخ حاجه فيها ميه سخنه تبقى جاهزه معايا. احنا نرجع تاني مقادير الرز عشان تبقوا شايفين معايا. الرز بسماتي الزيت البصل الثوم كمون قرفه ملح وكزبره. فانا فاضل لي هحط الملح والكزبره اهو شوية كزبرة حلوين. تمام. وانا هدي شوية مية كمان واغطي عليه. اديله شوية مية. رز البسماتي معياره. بصوا نوطي كده النار. ونسيبه يعيش لده. هنا انا بحط شوية زيت. ادي شوية زيت حلوين. تمام. وهاخد اي حاجة من عندي من هنا اعمل بصلاية تانية صغيرة كده واسيبها مع التوم حبة حلوين في الزيت. والمكون الاساسي اللي في اللعبه دي هتشوفوه دلوقتي هو الفلفل الاحمر. خلي دي بس كده شويه النار تسخن
اهو. الفلفل الاحمر مفروم او مبشور، تمام؟ انا بستخدمه بعمل منه حاجه زي صوص. الصوص ده فلفل احمر مع بصل مع ثوم مع كمون مع بهارات وشطه، بيبقى حاله حلوه كده، عارفين اللي هو بيبقى ما حصلش زي ما بيقولوا كده، ممكن يتسقى بيه، بس يتسقى ياخد تسقيه زي ما بيقولوا كده، او يسقي بيه السمك. هنا النار دي لسه بارده، بصوا هنا نشوف السمك تاني هنا لسه اهو. بصوا المرحله الاولانيه بيبقى عامل لونه ايه عشان تشوفوا في المرحله التانيه بيبقى عامل ازاي كده، تمام؟ هنا دي ابتدت النار تشكشك شويه، مش عارف ليه النار بارده شويه هنا. ممكن اعمل حاجه لطيفه، اعلي دي وادي دي كده، واجيب دي هنا واجيب دي هنا، بس دي اعلى شويه، واوطي دي. الرز ريحته حلوه قوي يا جماعه بجد، يعني الرز ريحه التومه مع الكمون مع الكزبره، انا مش عايز افتح عليه عشان يتشرب كويس. ننزل بعد التومه فلفل الاحمر. بصوا ادي ده فلفل احمر مش حامي، فلفل احمر عادي بارد، بس انا ممكن هزود له شويه شطه زي ما انتم شايفين. طعمه حلو جدا الفلفل الاحمر لما بيتبشر، بيبقى حكايه بصراحه يعني. انا دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين هرفع السمك دقيقه وانزله تاني، هو مش متحمل وقت في سوى لان الزيت سخن جدا، وزي ما شفتوا قبل كده لما ينزل في النار هتشوفوا هيعمل ازاي، يعني سايبه بصوا ما يتهوى كده وينزل في النار بياخد الصدمه بتاعته بيبقى حكايه. ناخد شويه شطه اهو، شويه شطه حلوين، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره ناشفه، تمام؟ ادي الخلطه بتاعت اهي، هتشوفوا دلوقتي هي ريحتها بقت عامله زي الدقه. انا هدي لها بس صوص شويه ليمون، ويبقى الصوص ده انا بعمله بقدمه كده يبقى جنب السمك بتاعي، لو انا عايز اغمس منه، عايز احط منه على السمك، عايز احط منه على الرز، بيبقى حاجه ما حصلتش. نديله الليمون ادي الليمون بتاعنا، نسيبه يغلي غلوه اهو كده. هعمل انا حاجه هتشوفوها دلوقتي بس ما تستغربوهاش. بصوا السمك دلوقتي انا هنزله، شوفوا هيحصل ايه لما ينزل. الصوت ده من اجمل الاصوات اللي بحبها في الدنيا، يعني صوت الحاجه اللي بتتقلي، صوت الحاجه اللي بتتشوي، صوت الحاجه اللي يعني الحاجات دي. زمان وانا صغير كنت بحب قوي صوت تحمير الفراخ، رغم انه كان بيعمل مشاكل جامده جدا. بصوا شايفين الصوص ده، ده صوص انا اخده هعمل ايه؟ هحط منه على الرز. الصوص ده هحط منه على الرز، برفعه من على النار عشان ما يتحرقش. الصوص ده ممكن انزل فيه سمك، يعني انا دلوقتي ممكن بعد ما احط السمك انزل فيه قطع سمك صغيره. ناخد واحده واحده الرز بتاعنا اهو، مولع مولع. ناخد كده ونغرف الرز بتاعنا، ادي الرز الجميل بسم الله. شايفين قد ايه الرز البسماتي
الميزه فيه البسماتي ان هو مش بيعجن، يعني مش زي الرز بتاعنا لازم له معيار بالملي ولازم الكوبايه عليها كوبايه بصوا، وما خدش مننا وقت. يعني الرز ضايع نزلت اهو زي ما انتم شايفين اهي، ساوي الدنيا كده عشان انا عايز اعمل حاجه اوريها لكم دلوقتي، هي الصوص بتاعي اللي انا عملته. ناخد كده دي ودي هنخليها، هعمل بيها حاجه كده صغيره بس ايه، خليها في الاخر. ناخد ده الصوص ده اللي انا عملته اللي بالاحمر اللي هو الفلفل الاحمر، ادي الصوص، ادي جماله وحلاوته. انا ليه ما طب انا ممكن اعمل الرز كله احمر واخليه كده، لا الصوص ده حلو جدا، وزي ما اقول لكم ممكن يتاكل عليه السمك لوحده من غير رز. واحنا لازم نكمل بقى الحكايه بالحكايه زي ما بيقولوا بطبقنا الجميل بالليله دي، وناخد القرفايه الجميله دي كده نعمل كده، ويعني حركايه صغيره زي ما عملناها هناك، هي الطماطم الشيري اللي بتساعدنا دايما في تزيين الحاجه، شكل هي مجرد شكل مش اكتر. واللي طبعا اي حد بيبقى اول حاجه بياخدها في الطبق بيروح ايه خاطفها كده السريع السريع ويقول لك ايه هي دي الحكايه كده اهو. ده الطبق التاني.